حاشا لك دار ليس فيها لغير شخصك سكنى، تدعي مذهب الهوى ثم تشكو. أين دعواك في الهوى يا معنى؟ تدعي مذهب الهوى ثم تشكو. أين دعواك في الهوى يا معنى؟ يا لا 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 لي أنت مثل الحمام تألف فينا ومثل الغزال تنفر عنا. يا غزال يا غزال إذا مشيت تثنى، قم فقد قامت الطيور تورهن لا يكون الحمام أشجع منا. يا لالال يا لالي يا
عشرة لاثنين صبح الثالوث وحشوني ودعته عشرة لاثنين صبح الثالوث وحشوني يا عيوني هم عيوني Thank you.